أزور في اليوم. السلام عليكم، أنا منجي بوراس من مواليد العاصمة. هذه البلاد متاعي، أصلها فيها أهلي تولدوا فيها ولا ما كنتش نعرفها. كي زرتها عدة مرات لقيت فيها ثراء ثقافي كبير، ولكن ماهوش مبرز، ما ثم حتى حد حكي عليه ولا وراه، وهو التراث هذايا تراث تونسي، ماهوش كان خاص بالقرية هذه. حبيت نبرزه وجيت وسط قرية هنا، عندي تقريبا 24 سنة بعد ما رممت الدار هذه اللي أنا شريتها، ورجعت عملت فيها متحف صغير من خلاله نحكيه على الثقافة الأمازيغية التونسية. كانت فيها تعداد سكني كبير برشا، تمزرت تقريبا في الليزاني 650 تلميذ في الابتدائي، اليوم عندنا كان 33 تلميذ. شوف قداش كان فيه سكان بكري، علاش نقصوا بالكثية هذه؟ المناخ يتبدل، كانوا لاهين بالفلاحة وتربية الماشية بالطبيعة، إذا كان ما ثماش أمطار ما ثماش خدمة، وزاد كي ولاو الصغار الكل يقراوا وتخرجوا بيان سور ما عادش ثما موارد رزق شو اللي باش يخدموا هنا. بشويه بشويه قعدوا فيها كان الناس الكبار، والا من بعد لغوت كوتير يرجعوا من المدينه والا من ليترونجي، دونك ولات فارغه وما عادش ثم حتى ترميم من القريه وعمال تمشي وتطيح. ولينا على الغالب نحكيو على التراث. تمزرت، اصل الكلمه تمازره مش تمزرت، جدودنا اختاروا الموقع هذا استراتيجي باش يشوفوا العدو، وكلمه يتمازره يتشاف. البلاد من جبل صخري ماهوش تربه كيما مطمطه، طبقات أرضية حجرية وتتسمى إيسليان. كيفاش كانوا يبنيوا الديار نتاعهم؟ إذا كان عندنا جبل على الشكل الطبيعي لا بونت دو توت لي كوتي، سكو سيون لا بونت ما نجموش نبنيو. دونك هنا باش نحفروا فيرتيكال هوريزونتال كي نجي من فوق الجبل هكا كوم ان بلاتو سيغ لاكيل جو دوا فير ما ميزون. مي بما اني باش نبني دار هنا والمنحدر موجود بعيد باش نجيب الحجر، والجبل كله متكون من طبقات حجرية، ملا نعمل غوت هنا نخرج منها الحجر ونبني فوقها فوق البلاتو الدار نتاعي، تصير عندي دار مبنية ودار محفورة. اون باراليل نعمل الثانية نتاع الجار اللي باش يجي من بعد، وهكاكا من غار لغار نعمل دابوس ونربط الديار مع بعضهم، الجار البعيد يولي هو الجار القريب، والثالث باش يتبعنا والرابع والخامس، ويصير ان ايتاج سبيرالمون في. الاولاني هو السومي، الثاني اللي احنا فيه، والثالث هو اللوطاني. بالطبيعة إذا كان ثم ان اتاك، ليزونفايسور اللي يجيو بكري، لي رومان واوتر، راهو البلاد تسكر البيبان الكل والناس تزور بعضها من داخل، الكل يعدي لبعضه. ثم تونيل برانسيبال موجود لتوا كانوا يستعملوه خاصة للماء، تقريبا كيلومتر معناها البير بعيد، الناس الكل سي رجوا على تونيل اون سوتيغان يمشيو للبير ويرجعوا وما يلعبوا حتى حد. هذه حاجة ماهيش موجودة تقريبا في القرى المجاورة. زاد الدروج تطلعك لراس البلاد، ثم برشا دروجات وفي كل بطحة دروج، وتلاحظ انك جامي باش تطلع طول. ثم لابيرانت تشك فوا، ثم برشا وقت ضايع. العدو منين يطلع يضيع ويضيع الوقت، واذا كان خلطتي خلط تخو تاغ. الناس الكل ديجا خرجت من التونيل برانسيبال اللي كان يهز البير، المره هذه فرصتنا باش نخبيو لحصننا نتاع لي زومبايسور ولي كاليس اللي جاو باش يهزو منهم الغنايم، وكي يخلطوا للديار يهزو شي يحبوا، ولكن هما هابطين يكتشفوا اللي هما ابيي. وقتها يخرج المثل التونسي، حط كشيشك وارحل. هذا شنو نقولوا بيناتنا، معناها لا مجال، انت انفذ بجلدك ولوح اللي جبته في يديك، وهكاك هما يهبطوا يرجعوا المسلوق ويربحوا الحصنة. دونك من هنا ما ثماش سفك دماء، ثم انه يدافع على روحه ويعمل غنيمه في بلاده. هذايا الموقع هذا وهالبني هذا وهالشيء اللي عملوه حفروه بيديهم يورينا اللي الانسان مستقر ماهوش راحل كيما احنا نعرفوه ونقراوه في المدرسه، انه البربر سكان الاصليون لشمال افريقيا وهم مرحل، ما يجيش راحل وهو في الجبل ويحفر بيديه في الصخور ويعمل في دوابس. الراحل من ألا أرض له اللي هو إيسو دي بلاس دون دي تونت اللي هو البدو، ما همش الأمازيغ. تونس راهي أكثريتها أمازيغ، حتى عملوا أديان أكثر من 90% أمازيغي، لكن أقوى سيغ الأمازيغية كنا نجم وحدنا نعرفوها من غير أديان، اللي كي نشوفوا المطبخ التونسي اش يطيبوا التوانسة من بنزرت البنجردين تراديسيونيل ما نسميوه عربي، هو الكسكسي والبرغل والتشيشة والمحمصة والسيليسيتو، ما نلقاوش عند العرب. ايش نوا يلبسوا تقليديا النساء والرجال كيف كيف نفس اللباس بالمليه والخلال والخروخال والكل هو تونسي والكل امازيغي.
حتى لو شام يعطي السيمبول نتاع الامازيغي لا بيرسون كي سنتير فور لا تير وبساقيه راكز على الارض موجود في الوشام في الشمال الغربي في الساحل وفي الجنوب هذاك سي نوتر ايدونتيفيكاسيون الانسان مستقر في الارض ويتنفس من سماها اذا كان انا امازيغي من الجنوب نعمل الوشمه هنا ولا هنا في اليد اذا انا من الشمال الغربي نعملها هنا واذا كان انا من الساحل نعملها هنا والكل في الاخر كلنا شعب واحد كلنا امازيغ دونك فوالا هذا هو التابلو اللي انا حاولت باش نصوره هذا الجبل الموقع نتاعنا هذه البونت اللي هي تكسرت باغ ان بلاتو هنا ثم غروت تحفرت باش يخرج منها الحجر اللي تبنى بها الدار اون باراليل يعملوا ثانيه كي نقول انا حفرت 15 متر فيرتيكال سو كو جاري يلزم يعمل كيف كيف باش نتاكدوا اللي احنا سيغ لا ميم استرات ومن بعد يصير كما قلنا دار باش نبدا بنفس الكيفيه حتى يوفى ليتاج الاولاني ثم الثاني ثم الثالث وهذوما لي تونيل اللي تربطوا ببعضهم وهذوما البيبان اللي يتسكروا وقت اللي ثم انفازيون والناس تزور بعضها من داخل دونك كوم ان شاتو فور الكل يعدي بعضه وهذا التونيل برينسيبال اللي يعدينا للبير والا نستعملوه وقت الدفاع باش نرجعوا الغنيمه من جملة العادات والتقاليد كما قلت ثم بارتاج دو ترافاي بين الرجل والمرأة وهذه حاجة من كانوا يبارتاجيوها هذه ان فوال دو تيت تعملوا المرأة بالصوف تنزو تصبغوا كل شيء بالألوان الطبيعية وهو اللي باش يطرزوا لكن لازم يكون يعرف يقرأ هي حضرت له دينو هنا عندك اون كخوا في الوسط عندك ثانيه هنا وعندك ثالثه هنا هاكا الى ريبيتي اون بروتري هو لو تابلو دو كريستيفيكاسيون لو كريست لاساسان اي لو فولور خاطر متعداو بالديانه المسيحيه جوست قبل الاسلام اما قبل ما يكونوا هما مسيح كانوا يتبعوا الديانه اليهوديه اللي هي تمثل في سبع حلق هذوما 1 2 3 4 5 6 اي 7 ومن الجهات الاثنين دونك هنا باش يطرز الشمعدان اذا كان نحكيو على الديانه اللي سبقت قبل الديانه اليهوديه ثم الديانه الوثنيه يعملوا لي كاتر نو اللي هما لي كاتر ليمون نتاع الانيميزم لا تير لو لو فون اي لو فو كيف كيف تتعاود من جهتين على خاطر باش تطرز من جهتين الشيء قعد لنا هنا جاء من بعد الاسلام يضيفوا لو كرواسون دو الاسلام دونك هنا اربع ديانات وثم السطرين من لوطا ديما يعملوهم هو طريق الخير وطريق الشر وانت حر وانا انسان امازيغي ما نكون امازيغي كان نعرف معناها الامازيغية هي حرية وما نكون حر كان نعطي حرية لغيري في اختيار دينه الانسان الامازيغي يخزر البشر قدامه كشخص مش كدين الدين اختياري لا توليرونس سي اسي فورت بيرسونيلمون انا عمري ما شفت شعب يحترم اربع ديانات على فوا الى بروف الى الكروت هذه نشوفوا فيها كل ما هو ماتريال نتاع فلاحه يتحط هنا الباب موجود فيه رمز شفناه في المنديله الخضراء هذيك اللي هو بير في سانت اسبري مان دو كريست يهبطوا الباب دون لو طون باش كي يدخل الانسان يحترم الدين نتاعو ما غير يفيق سيتي با لا بتيت بورت بور لا تاي دو لا بيرسون نو سي بور لوبليجي اس بي سي من هنا نشوفوا حاجه اخرى الغار هذه الغروت الثالثة احنا متواجدين تحت ايتاج فوقاني محفور وايتاج لوطاني انتر دو ان ايمابل دو غروت هنا موجود فرش محفور في الجبل كاريمون طاي دون لا روش وثم مسلك سري ديما يكون موتي اللي هو يعدي من دار الدار هذايا الدخل اللي كانت موجودة باش يتعداو ويمشيو يجيبوا الماء والا يزوروا جيرانهم من هنا من بعد نتعداو للغروت الثالثة في الغروت هذه ثم ديما ان تمبيراتور كونستانت نشوفوا الخوابي الكل هنا نتاع المولى يحطوا فيهم كل ما عندهم لي سيريال والقديد والكسكسي وكل شيء العوله نتاعهم تشد عام كامل ما تفسدش ما تقعد فوق الارض الخوابي هذوما اذا كان نحب نخليها مده اطول لا فاسون افير سي هذا برشا نحفر حفره ونردم الخابية على مواتي دونك دو سيت فاسون اون بيسي لا تمبيراتور وذاك علاش الخوابي كل نشوفوا فيهم لا فورم بوينتي سي تي بور فاسيليتي لونفونسمون دون لا تير ان كا دو بيزوان من بعد ندخلوا للمطبخ المطبخ هذايا باش ياخذوا من الاستوكاج هذايا بالطبيعه باش يحطوا في الخوابي صغار ويطيبوا به يوميا هذا هو المطبخ نشوفوا ابخي لي ريستوراسيون ولا جي با توشي لا كولور نوار سي اوريجينال سي دلا فيمي اون سي با كومبيان جينيراسيون سون باسي بار سيت غروت او كو سون فيكو ايسي اكو ديزاني ا فورس دو ريشوفي سا دوفيان كوم دو كودرون دونك لوندرو بور فير دو فو سي سيلوي لا هنا الدخان يطلع
بتبيع بيطلع بشي سبق تصبح على خطر ما يعملوش جميل لبي ينشي ميني فيرتيغار سيان كونت تيراج اللي هو يخرج الدخان فيسا صحيح ما يقلقناش في عينينا ويخرج اما يقلقنا من بعد على خطر زيت فاسون ومونتخ الانفايسر كوني لا الدار الساكنة اللي تخرج الدخان معروفة يهجم عليها طول دونك لا ميثود انه يخليه يسبق شوية ويخرج باغ ان تيت شيميني هوريزونتال هذيك اللي سكرناها بالحجرة باش يتعدى شي لي فوازان خاطر الفيلاج يكونستوي سبيرالمون دونك اون دسو دو لا مونتاني سيت ايتاج لا يفاد participer chez les voisins dans leurs grottes par des tunnels, par des trous de ventilation où jamais on voit de feu de loin. Alors là, pas de feu, pas de vie. C'est notre forte protection.